السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقعدنا البقية الإدت والإنسيرت أيضا نعملها، فبالحالة إحنا نغلق الهوم، نغلق الهوم تي إس، ننتقل للإنسيرت اللي هو هذا، تمام؟ الـ HTML والـ TS. خلينا نبلش بالـ TS file. بالـ TS file شنو اللي أحتاجه؟ أحتاج من الـ provider، تمام؟ أحتاج أعمل object. هذا الـ object يحتوي على مجموعة معلومات داخل الـ class بهذه الصورة، تمام؟ بس أنا عندي شو؟ عندي فقط الـ name والـ details، فأجي هنا أنا. طبعا انت ممكن تضيف اشياء اخرى، بس احنا الاي بي اي عملنا له شيئين فقط، النيم والديتايلز. انت ممكن تضيف معلومات اخرى، فهنا عندي النيم، هنا عندي الديتايلز، هذا الشيئين انا احتاجهم. اضف الى ذلك انه البروفايدر ايضا لازم اعرفه. هنا عندي انتر فاريزا انتر، واعرف البروفايدر داخل كونستركتور. طيب الانسرت الفانكشن بسيط جدا، هو فانكشن واحد فقط في خارج او داخل الكلاس الاصلي، اوكي. فالانسيرت داتا فانكشن عادي عن طريق الكراد بروفايدر، ادخل على الكراد واجيب الانسيرت بوست، هذا هو الانسيرت، اوكي. او احمل البيانات اللي هو ماي انفو اللي هو يحتوي على النيم والديتايلز، وارفع للكلاود. فاذا تحققت خلاص يرجع بوب، يرجع مره اخرى للهوم، لان الهوم عمل بوش لل يدفع يدخل للانسرت بيج، فبوب راح يسحبه يرجعه للبيج اللي اجى من عنده. في حاله الايرور اظهر لي الايرور، واظهر لي ايضا المعلومات اللي قمت بملئها قد تكون خطا. فنعمل هنا سيف للانسرت، نجي على البيج ال HTML للانسرت. ايضا محضر فورم، هذا الفورم ايضا جدا بسيط، بيست، لكن بمعلومات اقل. يعني هنا أنا عندي هذا انا ما احتاجه، هذا انا ما احتاجه، هذا انا ما احتاجه. اوكي ديتايلز بقيها لانه هو اصلا اريا تكست، تمام. لاحظ هذا فقط بهذه الصوره، تمام. لاحظ بهذه الصوره الفورم بسيط جدا، انه انا باخذ النيم ng model اغير على myinfo.name، هنا myinfo.name، بعدين عندي myinfo.details، فاجي هنا أنا details، هنا هذا راح يكون text، اوكي. بهذه الصوره كم هو بسيط، هنا عن طريق الفانكشن insert data اضيفها للكلاود اللي هو insert data، تمام. أضيف الكلاود، أعمل له سيف، هذا الانسرت. خلونا نكمل الإدت أيضا. الإدت 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 أعلى يكون هذا HTML و TS file. طيب خلونا نبلش بالـ TS file. TS file الإدت نفسه السابق مع إضافة، يعني هو نفس الانسرت، معلومات الانسرت إدت، أيضا راح أحتاج هنا أعرف، زائدا اعرف معاها الاي دي اللي هو راح يساوي string file بهذه البساطه. لا ننسى انه نجيب البروفايدر ايضا، هنا البروفايدر كذلك، انه المعلومات اللي انا اجيبها من الهوم، اوكي. خلينا نعرف الكونستراكتور، هنا انتر فاريزا انتر والبروفايدر. المعلومات اللي بجيبها مجموعه معلومات، انا طبعا دا اجيب هذه المعلومات، هي الـ ID الـ name والـ details، تمام؟ بهذه الصورة، جميل جدا. يبقى علي أنه أعمل عملية الـ update. الـ update سهل جدا، الـ function أيضا مشابه جدا للـ insert. إذا أجي هنا أنا أعمل paste الـ update، my update function بسيط عادي، اسم function عن طريق الـ crowd provider. أجي أدخل على الـ edit post، هنا أنا عندي في edit post بياخذ ID والinformation، بياخذ الID والmyinfo، ذول الاثنين، تمام. بعد ذلك إذا في نتيجة بيظهر لي إياها ويعمل pop يرجع للهوم،
اوكي هذا البوش يذهب للصفحه، البوب يرجع للصفحه اللي اجى منها اللي اتى منها. هنا في حاله الايرور اطبع لي شو هو الايرور، زائدا اعطيني القيم اللي يعني قمت بتعديلها قد تكون فيها خطا. سيف، ممكن انه تترك هذا عادي جدا بدون تاثير. edit page اوكي بينافس تقريبا الانسرت HTML. هذا وين ايون ليست؟ لاحظ احنا ما غلق. اوكي هذا ايون ليست هنا ينغلق. تمام اخذ هذا كوبي اجي على الايديت HTML وبهذه الصورة. تمام النيم اخذه هو الديتايلز واجي اعمل ابديت هنا لما انسى موجود هنا ماي ابديت سيف خلاص. هذا هو الانسرت هذا هو الاديت. خلينا نرجع للبيج اوكي طبعا هو عمل لك ابديت. خلينا نجي نعمل مثلا لوجن من جديد فاطمة والباسورد لحد 8 1 2 3 4 5 6 7 8. لما اعمل لوجن بتظهر عندي المعلومات. لما اجي على الايديت لاحظ المعلومات ظهرت مثلا محمد عيسى اغيره لمحمد احمد وهنا مثلا احوله الى احمد اوكي. طبعا هذا بدل انسرت مفروض يكون ابديت اوكي. الان لما اعمل ريفرش لاحظ محمد احمد with احمد تمام. فلما ارجع هنا مفروض انه اكتب ابديت سيف فقط الاسم تمام. راح يعمل لي ريفرش طلع لي بيانات. اذا اريد اضيف قيم جديده فهنا انا مجرد اكتب وسيم واكتب اي معلومه واعمل انسرت ممتاز. لاحظ سكسيس كرييتد سكسسفول. لما اعمل ريفرش المفروض انه تظهر عندي بيانات. لاحظ ظهرت فصار عندي ريد ابديت ديليت كرييت انسرت كلها جاهز بال اوكي. هذا هو الريفرشر تمام. الريفرشر شغلته جدا جميله اوكي. لاحظ لما تعمل ريفرش يعمل لك ابيض ابديت عفوا اوكي. واستخدامه سهل جدا. دو ريفرش انه شو الاشياء اللي تريد تضعها في الريفرش اوكي. ممكن تفعل الفانكشن مره اخرى اوكي. فبهذه الصوره صار عندك عمليه الاربعه كلها كامله. لهنا نوقف. مع السلامه.